اسماعيل صار حدي. اسماعيل يعني اليوم فريق الرياض عم يتقدم 1-0 بالسيريز، اليوم صرتوا كاملين، راندولف موريس كمان اليوم لعب، كيف برايك بتشوف اختبار فريق الرياض بالبلاي اوفز بالتشكيله الجديده او الشخصيه الجديده اللي عم تلعبوا فيها؟ يعني هو الحمد لله على المكسب اول شيء، يعني كمان نربح اكيد، رغم انه الفريق حتى انا وجهه نظري بعد ما ركب، لانه الكيمستري مش من السهل تلاقيها على أكيد طول. اكيد اكيد موريس اكيد بده وقت شوي مع الفريق. شو رايك فيه باول جيم؟ اكيد يعني بعتقد انت عندك خبره بالليج، يعني شفت يعني كل لاعبي الارتكاز كبدايه مش عاطل بعتقد، بس هو الفكره بالكيمستري اكثر، انه في وقت من الاوقات كنا بتحس في ضياع شويه على الاوفنس، لانه بعده يعني اتمرن معنا تمرينه واحده او تمرينتين، وهيدا واضح منه بالجيم شيف اصلا بعد. بالضبط بالضبط، فان شاء الله ان شاء الله يكون هيدول الثري جيمز يقدر شوي يلقط فيهم الكيمستري مع الفريق. حسمت رح تخلصوا 3-0؟ لا يعني اول ثلاثه مش ان شاء الله نخلصها 3-0، مع انه عبيبلس عم العبهم اذا يعني اذا ما كثير كنا فوكسنج على الديفنس وبنلعب مثل اليوم، يعني 81 خلصوا، بعتقد ممكن يزعجوكم يزعجونا يربحوا منك جيم، لانه فريق يعني بالعكس فريق عنده لعيبه ممتازين، عزلناهم في اول تو كوارترز، بعد كده قدروا يفوتوا بالجو الجيم بالاخر. ان شاء الله انه نقدر بهدول الثري جيمز نخلصها، نبقى فوكسين كمان على الجيمز تبعوا الكاس، وان شاء الله ان شاء الله بتلقى الكيمستري. يعني بدنا وقت كبيره اسماعيل، رح تلعبوا انتم والشانفيل بالسيمي فاينل، كيف بتشوف الماتش اب بين راندولف موريس وحمد اهدادي لهلا بخبرتك؟ بعد ايد كسايز يعني بيقدر يهديه شوي لحامد، الاثنين عندهم تقريبا نفس المقاومات، يعني عندهم شويه سلو شويه الاثنين على الرجعه سواء ديفنس او اوفنس، بعتقد شوي يمكن اتلتيك اكثر موريس، حامد اطول شوي، يعني منهم كثير بعيد عن بعض، بس ان شاء الله ان شاء الله. هلا خلينا فوكسنج على الفاينل 8، بعدين بنحكي بعد كده بنحكي لكل حدث حديث. مبروك اسماعيل، يعطيك العافيه، بروح بس